يا عالما ما في القلوب يا كريم، حتى نتوب من الذنوب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر حضراتكم عن من ضمن قوانين القرآن الكريم قانون التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبتدي الإنسان يغير من نفسه، هتلاقي ربنا غير له كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. لو وحدنا لتوحدنا، وحدنا الله وعقيدة وثوابت لتوحدنا، لو أخلصنا هنتخلص من كل مشاكلنا، بس إحنا نخلص لبعض ونحب بعض بإخلاص ونزور بعض بإخلاص، ربنا يكرمنا بفضل الله سبحانه وتعالى. لو كبرنا بالقلوب زي ما بنكبر في الألسنة هيتحقق الخير. الله أكبر يبقى أكبر من الزوجة والمال والولد وكل شيء، هيتحقق الخير لنا جميعا. لو تخلقنا بأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، يا من زكاك كلك وقال عنك وإنك لعلى خلق عظيم، يتحقق الخير لنا جميعا. يعني أب بيوصي ابنه بيقول له يا بني كن آدمي التوبة، سيدنا آدم في التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. إدريسي المكانة ورفعناه مكانا عليا بالذكر والتسبيح. نوحوي العمر خيركم من طال عمره وحسن عمله. إبراهيمي الوفاء وإبراهيم الذي وفى. إسماعيلي الوعد يوسف يا صادق الوعد وكان رسول النبي. يوسفي العفو عفى عن إخوتي. موسوي الشجاعة سيدنا موسى في سيدنا. هاروني الشفقة. زكريا الإجابة. يحيوي البساطة. عيسوي الرحمة. محمدي حسن الخلق. يا من زكاك كلك وقال عنك وإنك لعلى خلق عظيم. فلو غيرنا وحررنا قلوبنا هيتحقق الخير. احنا محتاجين ميدان تحرير، بس ميدان تحرير القلوب من النفاق الى الاخلاص، من الشحناء والبغضاء الى التراحم والتسامح، عشان يتحقق الخير. ابدأ بنفسك ونهى عن غيها، فان انتهت عنه فانت حكيم، ولا تنع عن خلق وتأتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيمه. صلاح الاسرة من صلاح الفرد من صلاح الاسرة. كل واحد نبدأ بالبيت والاولاد وبنفسك. سبحان الله، فقدنا الأم الواعية في هذه الأيام، لا حول ولا قوة إلا بالله، وفقدنا المعلم المخلص، وفقدنا القدوة. فإلا من رحم من ينشئ الأجيال. الأم فقدت الدور، مشغولة بالنت طول النهار والتليفونات والفيسبوك، لا حول ولا قوة إلا بالله، انشغلت عن الأولاد. إلا من رحم الله، فقدنا الأم الواعية، وفقدنا المعلم المخلص، وفقدنا القدوة. فمن اللي هو القدوة الحسنة؟ فمن ينشئ الأولاد على الطاعة وعلى الخير. عايزين نربي أولادنا. أنا بدعي لأبويا وأمي ليه؟ بدعي لهم ليه؟ عشان ربوني. مش وقل رب ارحمهما، ما قالش كما أكلاني ولا كما شرباني، وقل رب ارحمهما كما ربيان، عشان خاطر التربية. فيقول لك أمن مستقبل العيال. أنا بقول لحضرتك اعمل عيال كويسة للمستقبل. لو أنت عملته في سنين وما ربيتش أولادك كويس وأسستهم على الخير، هيضيع كل اللي حضرتك عملته كله، لأنك أنت ما أسستش على تقوى من الله ورضوان. فالأمان هو العمل الصالح، وكان أبوهما صالح. الأمان في الطاعة، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تلامذة مالك يقول لك خدمنا الإمام مالك 20 سنة، 18 سنة بنتعلم أدب وسنتين بيتعلموا علم. شوف 18 سنة بيتعلموا أدب وسنتين سبحان الله علم. النهارده كله اهتمامنا الاولاد، التعليم، يبقى دكتور، يبقى مهندس. طب علم بلا ادب؟ علم بلا ادب يا اخواننا كنار بلا حطب. علم بلا ادب كنار بلا حطب. النهارده لا حول ولا قوه الا بالله. النهارده سبحان الله تلاقي النهارده التعليم من غير تربيه، طلع علينا الدكتور اللي بيسرق اعضاء. ما دكتور اهو، تعليم بس من غير دين وتربيه. والمحامي المزور والقاضي المرتشي ليه؟ علم. يقول لك دكتور ومهندس وقاضي وكذا وكل المهن، بس علم من غير دين ومن غير تربية. فعلم بلا أدب كنار بلا حطب. فنعلم أولادنا الخير. النهاردة تهاوننا بالأدب، عوقبنا بحرمان السنن، واللي يتهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، واللي يتهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. عشان كده
محتاجين ان احنا نعلم اولادنا الخير ونربيهم على الطاعه بفضل ربنا سبحانه وتعالى احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يتحقق الخير. يبقى غير الله ايه؟ يغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم زي ما علمنا سبحانه وتعالى. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحسن ختامنا واستر اعراضنا واهدي اولادنا واصلح فساد قلوبنا وارزقنا الاخلاص يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. يا عالما منا يا كريم حتى نتوب من الذنوب.